استعرضت سعادة الأستاذ هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أمام المجموعة الأمريكية للسياسة الخارجية للمرأة أبرز إنجازات مملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة البحرينية، وذلك في لقاء مفتوح جرى تنظيمه بمقر المتحف الوطني للنساء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور سمو الشيخة نيلة بنت محمد بن إبراهيم الخليفة وسعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من المسؤولين. واقع إنجازات المرأة البحرينية في التنمية المستدامة والدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة في البحرين كان محور الندوة رفيعة المستوى التي نظمتها سفارة البحرين في الولايات المتحدة بالتعاون مع منظمة مجموعة السياسة الخارجية للمرأة في واشنطن. وكانت ضيفة الندوة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والتي قدمت شرحا وافيا عرضت فيه الدور البارز الذي تلعبه المرأة في واقع التنمية المستدامة في البحرين. وأشادت مديرة الجلسة السيدة بيث لونغ الشريك المؤسس لشركة Global Alliance Advisors بالمكانة التي تحظى بها المرأة البحرينية. تحظى المرأة البحرينية بقدر وافر من التعليم، فهي امرأة ذكية ولماحة وشجاعة ومثال يحتذى بالنسبة للسيدات التي حضرنا اليوم. وأثنت شخصيات نسائية بارزة في المجتمع الأمريكي خلال الندوة بالمكانة المتقدمة للمرأة في البحرين، وأرجعنا ذلك إلى عوامل عدة بينها المستوى المتقدم من التعليم والانفتاح وحرص المملكة على تعزيز مكانة المرأة وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. السيدة البحرينية رائعة للغاية، أعتقد أننا تعلمنا اليوم أشياء كثيرة لم نكن نعلمها في الماضي، وهناك أمثلة عدة لقيادات نسوية تثري المجتمع البحريني ويمكننا التعلم منها. كما شهدت الندوة حضورا مميزا لشخصيات نسائية عربية تحتل مكانة مرموقة في المؤسسات الدولية. طبعا هذا مرد إلى أولا الإرادة السياسية عبر العقود، ليست قصرا على شخص معين لكن الإرادة السياسية لهذه الدولة، والآخر على النسيج الاجتماعي البحريني وهذه المشاركة الفعالة بين دور النساء ودور الرجال ودور الإناث ودور الذكور. وخلال الندوة تم عرض بيانات وإحصاءات تعكس حجم النجاح الذي حققته المرأة في البحرين. تجربة البحرين المتقدمة في مجال تمكين المرأة أشاد بها الحاضرون هنا في الولايات المتحدة، فإنجازات المرأة البحرينية الفارقة والمتميزة التي حققتها على امتداد العقود يراها الأمريكيون واضحة نظرا لمشاركتها البارزة والفاعلة في بناء وتقدم المجتمع. تلفزيون البحرين، إسلام براجة، واشنطن.